طالب علم غير متمكن ويتصور أن العلماء اختلفوا، هم لم يختلفوا. حتى هذه الروايات والأقاويل للعلماء الذي ذكرها النووي أو ابن حجر أو القرطبي لا تعتبر متعارضة في الحقيقة. ولذلك لما جمعها الشيخ أبو عبد الرحمن الأزرق قال ليست متعارضة، سواء هل هذا الحديث في المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها في منافق معين أو أنها للتحذير، قال لا تعارض، أو حتى هذه الصفات وتفسيرها لا تعارض. وهذا فقه مهم على طالب العلم أن ينتبه له عندما يجمع بين الأحاديث. في وقفة أيها الأخوة مهمة جدا في هذا الحديث، لا يعني هذا أن نتساهل في هذه الصفات، لا يعني هذا أن نتساهل في هذه الصفات ونقول ما دامت هذه الصفات الأربع قد تجتمع في إنسان ولا يؤدي الكفر إذن الأمر يسير، هذا غير صحيح. لاحظوا الذين وعدوا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أيها الأخوة أرجو تركيز الانتباه لأهمية هذه النقطة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أين الشاهد؟ الشاهد هنا أن الإنسان قد يأخذ بصفة من صفات المنافقين ويعمل بها وهي في الحقيقة لا تؤدي بذاتها أن يكون منافقا خالصا، لكن قد تكون سببا لأن يعاقبه الله جل وعلا بأن يصبح منافقا خالصا. فهذا الرجل الذي عاهد الله لئن آتاه من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، لما جاءه المال ماذا حدث عنده؟ بخل، بخل فقط. هذه معصية وهذا كبيرة من الكبائر، لكن كيف كانت عقوبته والعياذ بالله؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ويؤيدها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني قد يزيغ الإنسان في أمور يسيرة فتؤدي به إلى الزيغ النهائي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقد تكون بدايات المعاصي أيها الأخوة لا يتصور الإنسان أن تؤدي به إلى الكفر، لكن القرآن يركز على هذا المعنى. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ليس فقط لمجرد الصوت لكن لما يتلوه أحيانا. ولذلك نجد ما يقابل هذا في قوله تعالى وهذا مما يفرحنا يهديهم ربهم بإيمانها، أي أن الإنسان قد يعمل العمل الصالح ثم تبدأ تزداد شيئا فشيئا. وإن تطيعوه تهتدوا، فكما أن المعاصي يجر بعضها بعضا حتى قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر وإلى النفاق الخالص، فكذلك الطاعات يجر بعضها بعضا ويجتمع بعضها إلى بعض وتكون النهاية هو الصدق. وإن تطيعوه تهتدوا يهديهم ربهم بإيمانها. ومن أجمع ما جمع في هذا المعنيين حديث ابن مسعود في الصدق والكذب، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق، مع أن الصحابة كلهم يصدقون كلهم عدول، لكن كان أبو بكر في تحريه للصدق عجيب جدا حتى سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه لصدقه وصداقته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لاحظوا والحديث عظيم حديث مسعود، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كما تعلمون يهدي إلى الجنة، وكذلك الكذب يهدي إلى النار يهدي إلى الفجور. فلا تتساهلوا في بعض المعاصي، كم من أناس بدأوا بمعاصي يسيرة في ظنهم فعاقبهم الله جل وعلا، بعضهم قد يكون خرج من الإسلام والعياذ بالله. فهذا معنى عميق. ولذلك يقول العلماء لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت،
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيانا نرتكب إنسان معصية من هذا الخصال، خصال المنافقين أو غيرها، ويتساهل فيها. يقول العلماء إن تساهله فيها أعظم من ارتكاب المعصية. تهاونه في المعصية، يعني في فرق بين إنسان يرتكب المعصية وخائف وجل يخاف من الله جل وعلا قد يغفر له بسبب خوفه، كالرجل الذي قال إن قدر علي ليعذبني، فهو أحرق نفسه خوفا من الله جل وعلا، طلب بإحراقه بعد وفاته خوفا من الله جل وعلا، فتعلمون أنه غفر له. فالاستهانة بالمعاصي، ودعوني أضرب مثال بسيط عملي. بعض الناس مثلا عنده، الله يحفظنا وإياكم، مرض السكر، فتجد أنه يرغب يأكل مثل التمر. فتجد، أنا لاحظت عدد من الذين عندهم مرض السكر يأكل التمرة مثلا، إذا قيل كل تمرتين أو ثلاث، إذا زاد عنهما يأكل وهو وجل خائف ومتخوف، يقول خذ التمرة، يقول والله أني أخشى يزيد السكر. فكذلك بعض الناس قد يرتكب المعصية لكنه خائف وجل، وآخرون لا يبالون، وهو الأكثر مع كل أسف، يستمرئون المعصية. قال العلماء، وهذا من أدلة أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ليش؟ لأن الذي يرتكب الصغيرة ويصر عليها معناه استهان بها فوقع في كبيرة، الذي وقع في صغيرة وتهاون بها لم يراقب الله جل وعلا في معصيته، وقع في كبيرة أخرى وهو لم يعظم شعائر الله ولم يخف من الله. فكذلك هنا قال العلماء إن بعض صفات المنافقين أيها الأخوة تؤدي إلى النفاق الخالص، كما ذكر في هذه الآية في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله